هلو مرحبا اسمي مبارا مرحبا أنا اسمي مصطفى علوان أنا اسمي صالح مهدي عمري 24 سنة اسمي محمد ضياء الدين معروف باسم حمدون أنا صاحبة مشروع دنتال ميديا قمر مظفر حسين أحد مؤسسين مشروع دنت مارت مشروعي هو حدقتي المشروع مالتي اسمه جايا عمري 20 سنة ويوم مشروعنا هو هاي انفلونسر كابيتا سعيدة أنه نفذت برنامج أورنج كورنر هاي الوجبة 22 مشروع اللي عشنا وياهم خلال هاي فترة الستة أشهر مرينا بظروف كثيرة ابتداء من فترة المظاهرات وانتهاء بأزمة كورونا الشباب كانوا أبطال I've seen a boot camp I've seen meetings with potential investors I've talked to Iraqi entrepreneurs, and I was really impressed by the talent pool that this country has. As Orange Corner's headquarters, we are there to support our local embassies and our incubators to implement the program locally. We are there to guard the values of our program and also the quality. Orange Corner خلاني أطلع من عقلية إدارة المشروع كشامبر إلى إدارته كستارت أب حقيقي. إحنا ما كنا نفكرين إنه ممكن نوصل هاي المرحلة، كنا مفكرين بس نطب ونسوي مشروع ويلا نبلش وبلش شيء مميز بورنس كورنرز ان هم اصحاب خبرات يعني جاي شو وياك المدربين هم اوريدي اصحاب خبرات عندهم بزنس مو فقط ناس مؤهلين وخلاص فهذا كل شيء يعني فشيء يضيف لك قيمه انت كمتدرب مو هم يجون يشتغلوا لك هم يعلموك انت شلون تشتغل وهذا الشيء طبعا جدا مفيد على المدى البعيد ويا أورنج كورنر هديت المشروع بنيته من جديد بس بنيته على أسس صحيحة عن طريق المينترز اللي علمونا عن طريق المحاضرات اللي أخذناها هنا كانت أكو نصائح من ناس مشتغلين ستارت أبس قبل أو أكثر من واحد ممكن مثل مجاهد أو غيره لما قعدوا يعني ينصحونا باختيار الكوفاوندرز أو طريقة مانج اللي المشروع مالتنا إدارة البزنس يعني بشكل عام إدارة الستارت اب وأيضا الخطط المالية اللي موضوعها اللي ما كانت عندنا أي معلومات تخص هاي الناحية أسسيل ومن يوم تأسيسها تحرص على دعم الشباب ومشاريعهم رانش كورنرز هو أحد المشاريع أو أحد حاضنات الأعمال اللي أسسيل هي شريك مؤسس لهذا المشروع في بغداد وفي أربيل في العراق بصورة عامة احنا في كابيتا فخورين وسعيدين بشراكات مع القطاع الخاص تفاعل القطاع الخاص ويا المشاريع الصغيرة والمتوسطة كلش مهم وإحنا سعيدين بهاي الشراكة مع الحكومة الهولندية ومع شركة أسسيل ومع شركاء البرنامج ونطمح أنه يستمر هذا التعاون ويكبر مع الوقت